صباح الخير مشاهدينا، اليوم الخميس 5 كانون الأول 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. اليوم ليس فقط جملة من الملفات، إنما الكثير من الملفات. سأحاول أن أقرأ في تفاصيلها، أن أعرف أبعاد هذه الملفات من ضيفي الصحافي والكاتب السياسي ورئيس تحرير جريدة الرأي اليوم الإلكترونية أستاذ عبد الباري عطوان. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الباري. الكثير من الملفات كما أشرت بحاجة لأن أقرأ في تفاصيلها، أن أقرأ في أبعادها، أن أقرأ في قراءتكم لهذه الملفات اليوم في تطورات الوطن العربي انطلاقا من سوريا، مما يحدث اليوم في سوريا، من جنيف السوري، من جنيف الإيراني إلى واقع المنطقة، انطلاقا من الملف السوري إلى تركيا إلى إيران، وصولا إلى ملفات الثورات العربية إلى مصر، أين أصبحت مصر، أين أصبحت ليبيا، وما إلى ذلك من ملفات. بدي أحاول بقدر ما بيسمح لي الوقت أنه نقرأ تفاصيلها مع حضرتك، أنه نقرأ أبعادها، نطلع أكثر على ما لديكم من معلومات، ما لديكم من نظرة حول هذا الموضوع وقراءتكم للتفاصيل التي تحدث بشكل يومي، وقد نكون يعني شوي مش مدقيقين نحن فيها لهذه التفاصيل. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الباري، ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة. برحب فيك في برنامج الحدث، واسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا وقبل ما نفصل كل الملفات الموجودة بين يدينا اليوم في الوطن العربي مع حضرتك، أن ننتقل والمشاهدين وحضرتك إلى موجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي أستاذ عبد الباري عطوان. أستاذ عبد الباري، برحب فيك مجددا في هذه الحلقة. في آخر إطلالة لحضرتك على قناة الجديد قبل حوالي 3 سنوات تقريبا، تحديدا في الملف السوري، يمكن هذه العبارة بعد على الآن بذهني وبذهن كثير من اللي تابعوا هذيك الحلقة لليوم، قلت حضرتك أنه النظام السوري شبيه بضرس العقل، صعب كثير اقتلاعه وإنما يجب معالجته. اليوم هل لازال عبد الباري عطوان على توصيفه لهذا الموضوع؟ يعني النظام السوري يعني أثبت الآن أنه ليس درس عقل فقط، وإنما هو الفك اللي صعب جدا اقتلاعه، واستطاع لأكثر من يمكن عامين ونصف، ونحن نقترب من العام الثالث، أن يثبت بأن أيامه ليست معدودة وإنما أيام الآخرين هي المعدودة. استطاع أن يثبت بأنه قادر على الثبات. يعني لا تتخيل حجم الهجوم اللي تعرضت عليه له لما قلت في برنامجكم انه هذا الضرس العقل، واذا يعني تم اقتلاعه سيكون بعد جراحة صعبة جدا وغير مضمونة النجاح. هجوم غير عادي شرس. الناس في تلك الايام ما كانوش مستعدين يتقبلوا حد يشكك بالنظرية السائدة بانه سوريا غلوة بسيطة، يعني كلها يعني 2 3 4 وبنتي الوضع، زي في مصر اذا انتهت في مصر في 19 يوم، في تونس في 6 أسابيع، طيب في ليبيا يا سيدي 3 شهور أو 4 شهور، طب ليش سوريا يعني بدها تنتهي؟ لكن اللي ما فهموه انه سوريا مختلفة، سوريا غير عن ليبيا، وسوريا غير عن مصر، وسوريا غير عن تونس، غير عن تونس، سوريا حالة خاصة. يعني صعب جدا انك انت فجأة هيك انك انت تغير، بدك تغير سوريا، بتغير المنطقة كلها، يعني تاريخ 8000 سنة، يعني مش سهل جدا انك انت تلغيها بلحظة. الشيء الثاني كمان انه سوريا جزء من منظومة، هذه المنظومة كبيرة جدا، منظومة فيها روسيا، منظومة فيها دول البريكس، منظومة فيها إيران، منظومة فيها حزب الله، منظومة فيها قضية، منطقة جبهة كبيرة، فمش من السهل. هاي سوء يعني للأسف يعني ما قدروا يفكروا بطريقة ناضجة وبطريقة مسؤولة. تقدير طبعا في هذا الموضوع، طب سوء تقدير كبير. يعني احنا كنا نقول طيب مطالب الشعب السوري مشروع، طبعا بده إصلاح، إصلاح ديمقراطي من حقه، بده قضاء مستقل، بده إلغاء المادة الثامنة اللي في الدستور اللي بتكرس الحزب الواحد، بس كمان أنت كمان سوريا يعني فيها تنوع ديمغرافي، فيها تنوع جغرافي، في منطقة ملتهبة، بدك تراعي كل هذه الأشياء، ما راعوها أبدا، اعتقدوا أنه بالتلفزيونات وبالفضائيات زي ما عملوا في مصر ممكن يعملوا في سوريا، فكان هنا سوء الخطأ، يعني هنا خطأ كبير وإحنا الآن بدفع ثمنه، كل المنطقة بتدفع ثمنه. على هالأساس، بس قبل ما أكمل بالملف السوري، على هالأساس يعني ما حصل في مصر خطأ؟ لا مش خطأ. لا شو يعني الشعوب العربية يعني كانت بتطلع
للديمقراطية ويعني والحريات. يا أخي كل العالم أصبح ديمقراطي وأصبح فيه تعددية حزبية وأصبح فيه نهوض اقتصادي بسبب التعددية الحزبية وبسبب الديمقراطية. شوف البرازيل، يعني البرازيل قبل 15 سنة كانت مفلسة، إفلاس كامل، اليوم من الدول الغنية. شوف أمريكا الجنوبية كانت في حالة إفلاس، الآن أصبح. يا أخي تركيا صحيح. قبل 15 سنة كانت مديونة ونسبة التضخم فيها أكثر من 30%، والليرة بتاعتها واقعة في الأرض والأوروبيين مش عايزينها. شوف الآن تركيا الدولة 17 على مستوى العالم. صحيح. إحنا طب كشعوب عربية إحنا عندنا تاريخ، يعني من حقنا أنه نطالب بتغيير، نطالب بالقضاء على الفساد. إحنا أصبحنا أكثر منطقة فاسدة في العالم. إذا صحيح. بتشوف مين الدول الفاسدة في العالم، يعني بتلاقيها ليبيا، بتلاقيها العراق، يعني بتلاقيها مثلا مصر قبل الهاي. يعني هاي مأساة اللي صحيح. إحنا اللي إحنا بنعيشها. طيب لازم يصير في إصلاحات، لازم يصير في، بس مشكلتنا إحنا يعني اللي هي التدخلات الخارجية. نعم. التدخلات الخارجية خربت بيتنا. يعني شوف في مصر الآن، مصر مش مستقرة، واللي بقول مصر مستقرة يعني يجي يواجهني، فيش استقرار في مصر. يعني بدك تضلك تضخ مليارات في مصر، مش بدك تعمل مصالحة وطنية حتى يصير في استقرار، بحاجة لمصالحة في ليبيا طبعا. شوف ليبيا على كل حال بدي أحكي عن مصر وليبيا بالتفصيل، ماذا حصل وأين أصبحت الآن هذه الدول. ولكن في الملف السوري، في التوصيف الذي قلته حضرتك أنه درس عقل صعب اقتلاعه، وإذا ما اقتلعناه يحتاج إلى جراحة صعبة، هو يحتاج فعليا إلى علاج. اليوم هل لازال ينفع العلاج بعد كل ما حصل في سوريا، بعد كل هذا الدمار، بعد كل هذا الدم؟ كيف يمكن أن يكون العلاج؟ يعني العلاج أساسه التوافق. يعني لازم يصير في توافق، لازم يصير في تعايش. احنا مشكلتنا بنعرفش نتعايش مع بعض، وبعدين اذا حتى لما نوصل يعني لازم نكسر بعض حتى نوصل لمرحله التعايش ومرحله التوافق، زي ما حصل في لبنان 15 سنه من حرب الآن. لما تعبوا الناس واستنزفوا ويعني خلاص يعني على وشك يسقطوا من النزيف ومن التعب، تشلون يعني اجت وساطه خارجيه اللي هو اتفاق الطائف، يعني لانه الكل جاهز كان للاتفاق. يعني هل احنا حنوصل لهذه المرحله في سوريا؟ لا، ربما. يعني احنا الان في يعني في 1300 فصيل مقاتل في سوريا. صحيح. طب ومختلف الالوان، وكل يوم تطلع فصائل جديده جديد. وبوحدهم ترجع فصائل جديده، لانه في ضخ مالي كبير وفي ضخ سلاح كبير وفي فوضى في اماكن كثيره من سوريا. يعني هل الحاله هاي مش ممكن تستمر؟ الشيء الثاني اللي بيحصل الان هو في تسونامي في المنطقة. التسونامي اسمه أنه أمريكا تعبت من منطقة الشرق الأوسط. أمريكا انحرقت في الشرق الأوسط. أمريكا الآن أدركت بأنها لا تستطيع أن تخوض حروب الشرق الأوسط نيابة عن الآخرين. يعني دمرت، خسرت اقتصاديا أكثر من 5 تريليون دولار في أفغانستان والعراق. طب يعني بدها تخوض حروب الإسرائيليين، تخوض حروب العرب المرتجفين في منطقة الخليج مثلا؟ لا، الآن قررت أنها تتحاور مع إيران. مين كان يصدق؟ قبل 6 شهور كان في 3 حاملات طائرات أمريكية في الخليج، كان أكثر من 200 سفينة حربية في الخليج. صحيح. باعوا 120 مليار دولار قيمة أسلحة، وبعدين أجوا 130 مليار دولار قيمة أسلحة لدول الخليج على أساس أن الحرب مع إيران قادمة. فجأة في يوم وليلة بيصير في حوار إيراني أمريكي، بيصير في اتفاق لنزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، بيصير في اتفاق لتجميد اليورانيوم أو تخصيب اليورانيوم. ماذا يعني 5. هذا الموضوع؟ هذا يعني إنه المنطقة بتتغير. هذا يعني إنه أمريكا زمان كانت تعتقد أنها كقوة عظمى قادرة أن تنتصر في أي بلد وأن تغير نظام في أي بلد. الآن وصلت إلى قناعة إنه ممكن تنتصر، لكن من الصعب الحفاظ على هذا الانتصار، ومن الصعب دفع ثمن هذا الانتصار. يعني زمان الانتصار مربح، الآن الانتصار أصبح مخسر ومكلف جدا. صح. زي ما حصل في العراق وأفغانستان. وفي أفغانستان. هذا التحول انعكس على سوريا. يعني هو يعني يعني اللي حصل في سوريا انه 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 يعني زي سيدنا علي بن ابي طالب قال له طيب يلا مين الاقوى، يعني قال له حط اصبعك اللي هي عض الاصابع، فصرخ قال له والله لو لم تصرخ لصرخت قبلك. فاللي حصل انه في سياسه عض الاصابع يعني ما انهار النظام السوري، صارت انشقاقات، صار سفرة، صار في كذا، صار في جيش، لكن النظام منهار، بقي متماسك والجيش ظل متماسك. كويس. وبعدين مدعوم من سوريا، مدعوم من إيران، يعني حلفاء أقوياء. يعني الآن سوريا بسبب الآن روسيا بسبب سوريا
استعادت نفسها كقوة عظمى. دخلت إيران الآن دول الإقليمية. طبعا يعني بسبب سوريا والدبلوماسية الروسية في سوريا والاستعداد الروسي حتى لدخول حرب من أجل سوريا خلاها قوة عظمى. شوف الحجيج على موسكو، نتنياهو رايح على موسكو، أردوغان رايح على موسكو، بندر بن سلطان بن عبد العزيز رايح على موسكو. السعودية يعني اللي هي طول عمرها 80 سنة من الحلف مع أمريكا الآن صارت بدأت تشتري أسلحة من الصين ومن روسيا. يعني هذا تغيير صار، تغيير لسبب أنه في بوتين، في هذا الرجل قوي، هذا الرجل أهين في ليبيا، أهين في العراق، فقرر أن يدفعهم الثمن. أمريكا أدركت أنه هي الوقت مش في صالحها، يعني انحنت ووقعت اتفاق مع إيران، انحنت ووقعت اتفاق مش في سوريا. مع العاصفة؟ مش انحنت أمريكا؟ نعم انحنت أمام العاصفة، نعم انحنت وانحنت وغير آبها إطلاقا بحلفائها القدام، حتى إسرائيل. يعني اليوم عم نسمع المملكة العربية السعودية وتل أبيب تحديدا هن اثنين اللي عم يصرخوا على هذا الاتفاق. طبعا بصرخ لأنه فوجوا، لأنه هذا الحليف ممكن تتخلى عن 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 الحليفين الولايات المتحدة الأمريكية، عن الحليف الخليجي المتمثل بصندوق النفط الأسود، والحليف الإسرائيلي المتمثل بالدعم يعني اللامتناهي عادة، وهذا التنسيق اللامتناهي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يا أخي بتبحث عن زوجة جديدة، يعني هذا أمريكا يعني إنه هاي القديمة عجزت وأصبحت هذه مكلفة جدا، هالزوجة القديمة أو هالزوجتين القديمين يعني اللي هم إسرائيل والسعودية، يعني صارت مكلفة وحروب. طيب يعني بعدين، طيب إنه اضربونا صدام ضربنا لكم صدام، اضربونا الإرهاب ضربنا لكم إرهاب، طلعونا القذافي طلعنا لكم القذافي، طيب الآن روحوا اضربوا بشار الأسد وطلعوه، طب على كيفكم، إحنا كلب صيد لكم، إحنا كل ما تطلقونا نروح نعمل. طيب بعدين خرب بيتنا، اقتصادنا صار في الأرض، أبنائنا قتلوا، خسرنا في أفغانستان، بنبوس إيد طالبان عشان نعمل اتفاق معها. شو قادرين يردوا الحلفاء المعترضين أو الأزواج المخدوعين؟ الأزواج المخدوعين يعني هم يعني بالذات نحكي عن العرب، يعني العرب غلطوا، يعني أنتوا ليش ما تتحالفوا مع ليش ما تتحالفوا مع إيران؟ ليش ما تفتح حوار مع إيران؟ ليش أنت خايف من إيران؟ ليش مش خايف من إسرائيل مثلا؟ يعني طب أنت أمريكا تصالحت مع إيران وفتحت حوار معها، وين فتحت الحوار؟ في مسقط، عمان، في عمان اللي هي دولة في مجلس عضو في مجلس التعاون الخليجي. اليوم السلطان قابوس كان هو محرك هذا التواصل الإيراني الأمريكي ونجح. هم نايمين يعني أبدا، يعني يعني كالزوج المخدوع ولا عارفين إيش بصير. معقولة 80 سنة من التحالف وبتشتروا أسلحة وبتنقضوا الاقتصاد الأمريكي ومش عارفين إيش اللي بصير، وفجأة أمريكا بتقول كش ملك في أشهر معدودة بتتخلى عنك، ومين الزوجة الجديدة؟ الزوجة الجديدة في جنوب شرق آسيا، إفريقية كمان في إفريقيا، وبعدين هاي ما بتكلفش حروب. يعني طب أنت تفضل قصة الشرق الأوسط 20 سنة من التفاوض وما فيش ولا شيء، وتيجي أمريكا بعد كل اللي عملته لإسرائيل يقول لهم يا أخي في عرض الله وقفوا هالاستيطان، يقول لا. يجي اللي هو جون كيري يستقبلوه بمستوطنات، يجي جو بايدن على يستقبلوه مشروع استيطاني تحدي، يعني يبصقوا في وجوههم. طب شو هالحليفة اللي بيجي بحرجنا يعني وبتحدانا؟ فزهقوا. وكمان السعودية، طب بعدين يعني اعتمدوا على حالكم، يعني اعملوا لكم قوة، اعملوا هيبة، يعني يعني مش معقولة. طب احنا ظلنا دائما يعني انه طيب يعني ايران بتزعجيتنا، بالله روحوا ضربونا ايران، ما بصير. تقول حضرتك انه العرب ظهروا كالزوج المخدوع، كانوا عم يتفقوا الايرانية والولايات المتحدة الامريكية عبر السلطان قابوس، وفي الاخير قالوا لهم كش ملك. اليوم قادرين يعملوا العرب التفافة على الاقل؟ هل من العرب من قرر الالتفاف والسير في ركب هذا التوافق؟ يعني عندهم خيارين العرب، إما أنهم يفتحوا حوار مع إيران ويحاولوا بقدر الإمكان أن يحيدوا إيران ويتخلصوا من عقدة الخوف عندهم، وفي نفس الوقت يبنوا قواتهم الذاتية، هذا خيار. أو الخيار الآخر يتحالفوا مع إسرائيل. لا يعني أنا اللي شايفه وهذا شيء مقلقني جدا، إنه التحالف مع إسرائيل أقرب بكثير من الحوار مع إيران عند يعني العرب. عند العرب يعني أستاذ مالك، أنا بدي أقول لك شيء. أنا على تويتر قلت إنه إحنا في أمامنا كعرب خيارين، يا إما التحالف مع إيران ضد إسرائيل، يا إما التحالف مع إسرائيل ضد إيران. شوف التحالف
مع إيران ضد إسرائيل، ضد إسرائيل أو مع إسرائيل، التحالف مع إسرائيل ضد إيران. إحنا يجب بدون أي تردد أن نتحالف مع إيران ضد إسرائيل. يا سيدي يا سيدي، يعني اكتشفت قديش في تضليل عند بعض الناس. طبعا في ناس عندهم رؤية واضحة، لا إحنا لازم إيران دولة إسلامية، لازم إحنا نتحالف مع إيران ضد إسرائيل. آخرين وفي منطقة الخليج خصوصا يقول لك لا والله إحنا لازم نتحالف مع إسرائيل ضد إيران، وفي إعلام في منطقة الخليج يروج لهذه المقولة إنه إحنا لا، إنه إيران هي العدو الأكبر، لازم إحنا نتحالف مع الشيطان ضد إيران. أضاعوا البوصلة لهالدرجة؟ يعني بطلت القدس هي هي الهدف، هي القضية؟ من المؤسف نعم، يعني من المؤسف نعم. لأنه شوف أستاذ مالك، في 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 الشهور في في السنوات الخمس الماضية صار في عملية حقن طائفي، تحريض طائفي. وللأسف يعني إنه إحنا بعد ما كنا يعني نبحث عن التعايش بين المذاهب والتقارب بينها، التقارب بين الأديان، ونعمل مؤسسات ونعمل جمعيات ونعمل كذا على أساس إنه الطائفي دمار علينا كلنا، في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة السورية صار في عملية تحشيد طائفي. وهذا التحشيد الطائفي إنه يكرر السنة في الشيعة والشيعة في السنة، ونجحوا ونجحوا. يعني أصبح يعني تعرف الآن المشكلة في سوريا أصبحت الهوية المذهبية هي الأساس. صحيح. زمان سوري الخطف على الهوية. الخطف على الهوية. صحيح. إنه أنت والله أقول لك أنا درزي، أنا مسيحي، أنا مسلم، أنا علوي، أنا عيب عيب. نفس الشيء في العراق، الهوية الوطنية راحت وأصبحت الهوية المذهبية المذهبية الأساس. هاي المشكلة، هذا المشكلة. بدي أرجع للملف السوري من باب هذا التحالف، التحالف الأمريكي أو الاتفاق الأمريكي الإيراني، قبل ما نقول تحالف لأنه قد يحتاج إلى وقت لتظهير هذا التحالف. تقول حضرتك إما على العرب أن يتحالفوا مع إسرائيل ضد إيران، وإما مع إيران ضد إسرائيل. بكلتا الحالتين النتيجة بداية تظهر في سوريا. أكان التحالف مع إيران ضد إسرائيل سيظهر في سوريا لدى العرب لأنه الكل فاعل في سوريا، وإما مع إسرائيل ضد إيران في سوريا. إلى أين تذهب سوريا في المرحلة المقبلة بوجهتين النظر؟ يعني أنا 35 سنة عايش في الغرب، الآن تتغير الأولويات. يعني بعد تقريبا 3 سنوات من الأزمة السورية الآن الأولويات تنقلب رأسا على عقب. بمعنى يعني زمان كانت الأولوية هي إسقاط النظام في سوريا. صحيح. وإسقاط الرئيس بشار الأسد. الأولوية الآن تغيرت، أولوية أمريكا تغيرت، أولوية روسيا تغيرت، أولوية تركيا تغيرت، اللي أصبحت اللي هي لا، الأولوية هي التخلص من الجماعات الجهادية في سوريا اللي تشكل خطر على المنطقة. يعني الآن روسيا وأمريكا وصلوا إلى التفاهم هذا، وأصبحت تركيا الآن أقرب إلى هذا التفاهم. آخر ما قال كاتب حضرتك بجريدة رأي اليوم الإلكترونية عن زيارة تركيا، الزيارة التركية لإيران، وسألت حضرتك هل هي مدخل لأن نرى تركيا في دمشق خلال أسابيع؟ نعم. أنا أقول لك ليش. يعني رجب طيب أردوغان خدع من دول الخليج، وأنا أقول خدع، وأنا قلت هذا الكلام لمستشاره، قلت أنتم خدعتم لأول مرة، لا تقرأوا الخريطة صح. قال لي كيف؟ قلت له أنتم جيتوا بسياسة زيرو مشاكل. صحيح. مع الجيران على وجه التحديد. الآن صرتوا زيرو أصدقاء. ما عندكم صديق. سوريا على خلاف مع سوريا، على خلاف مع الأكراد في تركيا نفسها، على خلاف مع قبرص، على خلاف مع اليونان، على خلاف مع رومانيا وبلغاريا. طب يعني وين كل محيطهم الشمالي؟ كل محيطكم أنتم أصبحتوا في عداء. صحيح. مع كل جيرانكم، بعد ما كنتم أصدقاء مع كل جيرانكم. وهذا الخلل سبب سوريا وسبب موقفكم في سوريا. إيش اللي بيحصل الآن؟ إنه أردوغان بدأ يدرك إنه طيب يا أخي أنت بدك تسقطني، أنا بدي أسقطك. يا أخي سواء الرئيس بشار أو غيره حركوا العلويين في تركيا. العلويين في تركيا 15 مليون علوي. صحيح. عملوا نزلوا آلاف مظاهرات، بدنا مساجد وبدنا اعتراف بثقافتنا واعتراف بديننا. طيب هو كمان يعني إنه بتدعس عدنبي، بدي أدعس عدنبك. هذه حاجة. الشيء الثاني الأكراد تحركوا، والاتفاقات اللي عملها مع أوغلان انهارت كليا واستغلت. يعني في سوريا كمان عندها أوراق، وهذا النظام مش بسيط حقيقة. يعني بتقدرش تستهين بالنظام السوري. الشيء الثالث، طب ما هو كل تجارة الترانزيت التركية للخليج سكرت. صحيح. عبر سوريا. عبر سوريا. طب وبعدين يعني، طب بعدين بكرة يا سيدي في حقول غاز مشتركة سورية تركية، كيف بدك تحلها وانت في خلاف مع سوريا؟
ما الآن هاي قصة الغاز في الشرق المتوسط مشكلة، ما هي كلها حقول غاز متداخلة، في أنهار وفي أنهار، في مياه. طب كيف بدك أنت كيف بدك تعمل حقول الغاز هاي، كيف بدك تتعامل معها؟ كيف يمكن أن يعيد ترتيب حساباته، أن يعيد قراءة سياسته في المنطقة وتحديدا في سوريا؟ يا سيدي كيف عمل أردوغان؟ وأردوغان رجل براغماتي مش زينا إحنا بيركبوا روسنا. إيش عمل؟ إنه عنده ثلاث بوابات رئيسية للخروج من المأزق بتاعه. إنه هدأ الوضع الداخلي. الآن أردوغان ما بيقول أيام الأسد معدودة على الإطلاق. صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. أي ما لا تخرج منه كلمة ضد بشار الأسد اللي كان زمان، لأنه أدرك إنه الأمور بتتغير. ذهب إلى موسكو. بمحل من المحلات اتهموا بأنه سفاح. بالضبط. راح على موسكو. إيه؟ هذه بوابة. وتفاهم مع الروس. يعني موسكو هي بوابة دمشق. طبعًا بوابة وبوابة كبيرة كمان. بعدين راح وين؟ راح على طهران. بعد صحيح. أحمد داود أغلو على طهران. صحيح. وكمان هاي بوابة تانية يعني لا تقل أهمية. وبعدين راح وين؟ أحمد داود أغلو على بغداد. صحيح. وهذه بوابة ثالثة. فتح ثلاث بواب يعني على ثلاث بواب. يعني فتح ثلاث بواب. وإنه طب ما هو كنت إن ما كانش أحمد داود أغلو يروح على بغداد، كان يروح على أربيل. صحيح. صح ولا لا؟ كان يروح على أربيل، كان مع البرزاني، وراح للبرزاني وراح على ديار بكر، وزعل برزاني لأنقرة وذهب إلى ديار بكر. يعني شوف لحد وين في خلال هذا كله، في خلال شهرين بس أو أقل، يعني فتح كل الأبواب هذه كلها، لأنه بده كل الأبواب هاي عشان يرجع لدمشق. سيعود إلى دمشق؟ سيعود إلى دمشق. شوف ال- 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 السفير الإيراني في أنقرة قبل 5 أو 4 أيام قال تصريح مهم جدا بعد عودة أحمد داود أغلو من طهران. إيش قال؟ قال إنه إحنا مستعدون، نحن مستعدون أن نكون وسطاء لتحسين العلاقات التركية السورية. ماذا يعني هذا؟ يعني السفير بنطق عن هوا، السفير بيقدر يقرر في أمور استراتيجية. إيش يعني؟ يعني إنه إحنا إيران مدام إنه علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وستتحسن بشكل أكبر. طب إذا تحسنت العلاقات التركية العراقية العراقية والتركية الإيرانية، الإيرانية ستتحسن العلاقات التركية السورية بمونه حليفه. النقطة الثانية اللي انتبه لها أردوغان إنه استطاعت التنظيمات القاعدة في سوريا أن تجند 1500 شاب تركي في صفوفه. ارتعب أردوغان، يعني صار في حالة رعب، واللي زاد من رعبه إنه داعش استولت على المعبر الحدودي، على حدوده، على بابه، بالضبط على بابه، فصار في حالة رعب. من يزور الحدود التركية السورية يعلم أنه اليوم تنظيم القاعدة وداعش الدولة الإسلامية في العراق والشام على باب تركيا، على باب تركيا. فارتعب، أصيب بحالة رعب، فعمل اليوتيرن هاي اللي هي التراجع، سكر الحدود، عن المخارج، سكر الحدود، سكر حسابات بنكية، شدد على اللي هو وجود الجماعات الجهادية في تركيا. شو كان قابض تمن قبل ليعمل ليفتح على سوريا، وقديه ممكن يتنازل عن التمن ليرجع يسكر؟ لا هو يعني كمان الدنيا تغيرت. مثلا هم كانت أساسا بدهم خط أنابيب قطري يطلع من قطر يمر بسوريا إلى تركيا إلى أوروبا. إلى أوروبا. هذا الخط الأنبوب كان أردوغان برحب فيه، لأنه كان في خط أنابيب عراقي إذا تذكر. يعني صحيح. فانه انابيب تركي بيعزز تركيا، بيعزز اقتصادها، وكمان بيدمر الورقه الرئيسيه في ايد تركيا، في ايد روسيا اللي هي الغاز، ورقه الغاز. صحيح. يعني روسيا تحكم اوروبا بورقه بالغاز. الغاز. صحيح. اذا انت جبت غاز قطري الى اوروبا في الحاله هذه انت حرقت ورقه الغاز الروسيه او كارت الغاز الروسي. فهو اردوغان كان باني امال على ذلك. الان تغيرت الصوره يا اخي، ما غزه فيها غاز، الشرق المتوسط فيها كله فيه غاز الآن. يعني إسرائيل المغتصبة لهالأرض بتاعتنا هاي بكرة حتكتفي ذاتيا وتصدر غاز. حتى يقال حتى تركيا يعني هذا بعض المعلومات تتحدث أنه هذا الخزان من الغاز من 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 كل شرق البحر المتوسط، من الشمال التركي وصولا إلى العريش المصري. مظبوط. صحيح. فهي يعني المشكلة أنه كمان حتى يعني جغرافيا تتغير الصورة. يعني اصبح في غاز كله ساعده، اصبح كل البحر. يعني انتم لبنان عندكم. صح. يعني انتم قديش عندكم غاز؟ يعني كمان مش عارفين بعد قد ايه عندنا، مش رح نعرف نطلع اللي بس عنه. بقول لك يعني طب بس تركيا بتطلع. صحيح. يعني قبرص بتطلع. صحيح. واليونان بتطلع. يعني هاي القصه. فهي كمان غيرت في المعادله، ساهمت كثير بانه ساعدت اردوغان بتغيير وجهه نظره. نعم. في هذا الموضوع سهلت له الطريق نحو الشام. في الاسابيع المقبله قد يكون هناك تواصل. انا لا استبعد،
أنا لا أستبعد حتى قريب جدا يعني قصة الوساطة الإيرانية. يعني لا أعتقد أن السفير الإيراني في أنقرة يعرب عن استعداد بلاده للوساطة لولا أنه في هناك توجه تركي، ولولا أنه في إيعاز له بأن يقول هذا الكلام تمهيدا للعودة التركية بشكل أو بآخر إلى 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 سوريا. لأنه في النهاية الآن طب يعني أنت عندك مؤتمر جنيف، طب في اتفاق بين جميع القوى على أنه النظام السوري يجب أن يكون ممثل في هذا الاتفاق، لكن ما فيش اتفاق مين يمثل المعارضة في هذا. دخلتني دغري على جنيف. قبل ما أعرف من يشارك في هذا المؤتمر، هل من جنيف في 22 كانون الثاني؟ لا أعتقد، لا أعتقد، لأنه الـ 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 يعني هم حددوا شهر نوفمبر صحيح، ورجعوا أجلوا لديسمبر، وبعدين ديسمبر وبعدين حتى يعني هم بيكسبوا وقت. يعني ما يحصل حاليا هو كسب وقت، لأنه في معضلة، في معضلة الآن، في معضلة كبيرة. هم الآن هم بيكسبوا وقت لأنه الأمور على الأرض بتتغير والتحالفات الدولية بتتغير. طب يا أخي أصدقاء سوريا، أصدقاء سوريا بدأوا 165 دولة، الآن صفوا كم دولة؟ 11 دولة، ويمكن الاجتماع الجاي يكون يمكن يكون 6 دول مثلا، ومش ما يحضروا. مزبوط ولا لا؟ قديش تغيرت يعني من 165 دولة قبل سنتين ونص إلى 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 11 دولة. مؤتمر مراكش اللي كان قبل أقل من سنة قرر بأنه المعارضة الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. يوم هذا الائتلاف يمثل الشعب السوري؟ لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل شيء. طب من يمثل هذا الائتلاف؟ والله لا أعرف. بمثل هم أصلاً في بينهم مختلفين. يعني حتى الائتلاف نفسه مختلفين في فيما بينهم، اختلفوا على قصة علم سوريا، صحيح. اختلفوا على قصة هوية سوريا، إنه عربية تكون الجمهورية العربية السورية ولا الجمهورية السورية. حاولوا يستردوا الأكراد جماعة منهم، آخرين احتجوا. يعني بعدين كمان يعني مين بيمثل إذا كان الجيش الإسلام والكتائب الجهادية الأخرى ولواء التوحيد والجيش الحر قالوا إنه هذا الائتلاف لا يمثلنا. طب بتمثل مين؟ الجيش الحر؟ حتى الجيش الحر قال لا. بعدين الجيش الحر مين؟ في جيش الحر لرياض الأسعد، وفي جيش الحر اللي هو سليم إدريس، وفي جيش حر للمجلس العسكري في حلب. طب أي جيش حر؟ مين بيمثل هذا الائتلاف؟ وبعدين في فصائل أخرى، في هيئة التنسيق، في مثلا المعارضة الداخل، في طيب إلى جنيف 2. إذا فعلا صدقت النوايا، وحتى لو تأجل جنيف 2 في مرحلة لاحقة، شفنا هذا المؤتمر سيعقد، النظام سيتمثل في هذا المؤتمر؟ نعم، النظام قال صراحة نعم سنشارك في هذا المؤتمر وسيمثلنا فيه اللي هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري. من يمثل المعارضة؟ من سيجلس على كرسي المعارضة؟ معارضة الداخل، معارضة الخارج، الائتلاف، القوى المسلحة، داعش، مين بده يقعد على كرسي المعارضة؟ رفعت الأسد كمان أيضا يطالب أنه بيعتبر نفسه معارض. إيه طبيعي، ما هو مش قدري جميل كمان بيقول مش عامل مجزرة. قدري جميل طبعا، قدري جميل بيقول لك أنا كمان لازم أنا مع المعارضة أكون ممثل في المعارضة. هيثم مناع وهيئة التنظيم بتقول إحنا كمان لازم نكون في المعارضة. طب كيف يعني كيف تلا بقول لك بقعدش مع هذول الناس أنا؟ طب تقعد مع مين؟ من سيجلس إذن على كرسي المعارضة؟ بعدين كمان على أي أساس بقول لك يعني السيد أحمد الجربة أنا لا يمكن أقبل إلا بتنحي النظام. طب النظام بقول لك إحنا لن نذهب إلى جنيف من أجل تسليم السلطة. اللي بيفوضنا صحيح ما رح نقبل معه. أستاذ مالك أقول لك اللي قادم هو إنه في خطر في نظر الكثيرين إقليميا ودوليا اسمه الجماعات الجهادية. من يريد أن يكون صحوات سورية هو اللي سيكون له تمثيل وله احترام. يعني أنت بدكم تحارب النصرة وداعش والفصائل الإسلامية الأخرى اللي بتتبنى نفس، أهلا وسهلا فيكم. إذا ما بتحاربوا ما فيش. على هالأساس يعني كيف 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 المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة اليوم النظام، اليوم النظام عم بيحارب هذه المجموعات، الجيش النظامي يحارب هذه المجموعات، وفي بعض المحلات عم نشهد بعض الفصائل المعارضة تحت إطار الجيش السوري الحر عم تحارب هذه المجموعات. طبعا. فإذا كيف يمكن أن يكون إطار المرحلة المقبلة اللي إطار المرحلة المقبلة صحوات سورية ضد الجماعات الجهادية في سوريا وتلتقي مع النظام وربما تتحالف معه. هذا الصيغة القادمة هي صحوات سورية لمحاربة الجماعة. يعني نوع من يعني بعد إطار الجيش السوري الحر مع الجيش النظامي يحاربون مع الجهاديين في سوريا. هذا سيحصل قريبا، هذا سيحصل قريبا، وسيكون هناك تنسيق
والجماعات الجهادية تتهم اللي هي الجيش الحر وبعض فصائل الجيش الحر وفصائل أخرى بأنها متحالفة مع النظام وبيمسكوهم وبيعدموهم، وشفنا هذه الإعدامات بتصير. صحيح. فهاي الخريطة الآن، الخريطة هي أنه يريدون أن يتم التعاون بين نظام الأسد وبين اللي هو بعض الجيش الحر، فصائل الجيش الحر، فصائل الأخرى، ولمحاربة الجماعات الإسلامية. بعد ذلك ممكن اللي هو التقاسم السلطة، وليس تغيير، تقاسم يصير في نوع من التقاسم، نوع من التسوية، نوع من الإصلاح. لكن قبل ذلك أنا ما شايف أي حل، ولا شايف حتى جنين. يعني إذا صار في تفاهم، يعني الآن مثلا هيئة التنسيق والمعارضة الداخلية كلها ضد الجماعات الجهادية. صحيح. مضبوط. طب هاي قدري جميل، وحتى رفعت الأسد اعتبرناه معارض أيضا ضد هاي الجماعات، بقول لك يا سيدي سهيل اللي هو سليم إدريس قال إنه إحنا هؤلاء الناس غرباء لا يمثلون وإن ضدهم عم يحاربون بمحال. فأنت لاحظ يعني بصير في تكتل جديد اللي هو ضد الجماعات الجهادية. هذه المرحلة المقبلة. هذه المرحلة المقبلة. بعد فقرة الصحف بدي استكمل الملف السوري بما تبقى لدينا من نقاط في هذا الملف في المرحلة المقبلة. كم تحتاج هذه المرحلة والرابط بين جنيف الإيراني وجنيف السوري على طاولة الحوار، إضافة إلى تأثير المعترضين على جنيف الإيراني في جنيف السوري وملفات أخرى. ولكن بدك تسمح لي أيضا كما اعتدنا يوميا في برنامج الحدث نحن وحضرتك أن ننتقل إلى فقرة الصحف، أبرز ما ورد اليوم في مضامين الصحف المحلية الصادرة في العاصمة بيروت وكذلك الصحف العربية والدولية الموزعة في لبنان ضمن فقرة الصحف. شكرا مالك. من كارثتنا المحلية سوف نبدأ جولتنا اليومية على الصحف، والبداية مع صحيفة الأخبار التي عنونت اليوم وبالخط العريض مع الصورة استقيلوا. وحين ندخل إلى الصفحات الداخلية نجد هذا المقال بقلم الزميلين محمد نزال ومحمد وهبي تحت عنوان الأجساد المرتعشة في النفق صرخت استقيلوا. يقولان ليستقل وزير النقل ووزير المال، ليستقل رئيس الحكومة المستقيلة أصلا، ليستقل رئيس الجمهورية، ليستقل مسؤول ما، أحد ما، أي أحد، لكن إياكم أن تقولوا للناس إن المسؤولية لا تقع على أحد. إياكم أن تتحججوا بالظروف الأمنية أو حتى بالأزمة السورية. لماذا لم تنظف قنوات المياه والمجاري قبل موسم الشتاء؟ هذا هو السؤال، وكل كلام سواه هو إمعان في الجريمة. في لبنان أن يغرق أطفال في نفق طريق المطار وينجو من الموت بأعجوبة، فهذا طبعا لم يولد شجاعا من بين المسؤولين ليضرب على صدره ويقول أنا المسؤول. كل هذه الأسئلة أو كل الشكاوى الغاضبة كانت ألسنة الناس في الشارع ترددها أمس. كثيرون منهم شتموا الدولة، شتموا الجميع بعبارات لا يمكن إيرادها هنا. كانوا يشتمون وثيابهم تقطر ماء. وبحسب المعلومات فإن العديد من الشركات المتعهدة قد أنجزت غالبية الأعمال الموكلة إليها باستثناء شركة المقاول جهاد العرب، وهو أصر على تسوية الموضوع المالي قبل المباشرة بالأعمال. ويشير مصدر في وزارة الأشغال إلى أن تأهيل المجاري في نفق الكوكودي تتولاه شركة الشرق الأوسط لخدمات المطار التي أنشأتها شركة طيران الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني أن المدير العام للشركة محمد الحوت يتحمل كامل المسؤولية عن الكارثة التي وقعت هناك. وإليكم بعض الصور التي التقطتها عدسة الزميل مروان طحطح في صحيفة الأخبار من الكارثة التي حولت نفق المطار بالأمس إلى بحر، وليست هذه الموجة سوى دليل على تحول النفق إلى بحر. ومن صور مروان طحطح ننتقل إلى صحيفة الراي الكويتية واغتيال القيادي في حزب الله حسن اللقيس. عمليات التدقيق تجري للتأكد من احتمال مجيء منفذي اغتيال القيادي البارز في حزب الله حسان هول اللقيس من الخارج ثم مغادرة بيروت بعدما نفذوا مهمتهم. وأكدت مصادر أمنية أن 3 أو 4 مسلحين باغتوا اللقيس في مرآب المبنى الذي يسكنه في الحدث وأمطروه ما بين 5 و7 رصاصات في الرأس والعنق من مسدس كاتم للصوت من عيار 9 ملم وهو داخل سيارته.
ولفتت أوساط مطلعة إلى أن إسرائيل بدت وكأنها تقول لحزب الله تعال قاتلني، مشيرة إلى أن إسرائيل المنزعجة من الاتفاق الغربي الإيراني وغاضبة من نظرة الغرب الجديدة للحزب كقوة يجمعها مع المجتمع الدولي العداء للتكفيريين، وتاليا فإن هدفها من عملية الاغتيال جر الحزب إلى مواجهة تتيح لتل أبيب القول للغرب ها هو حزب الله ما زال منظمة إرهابية. وأكد مصدر أمني أوروبي للراي أن اللقيس كان خطيرا جدا وعلى علاقة بتطوير الطائرات بلا الطيار لدى حزب الله، إضافة إلى تهريب السلاح إلى مصر ومنها إلى غزة، وله علاقات جيدة بالفصائل الفلسطينية الموجودة في غزة، كما أنه خبير في تقنية الاغتيال بالمتفجرات. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية هي الأخرى تطرقت إلى هذا الموضوع وقالت إن اغتيال اللقيس هو مثال للاستفزازات التي يمكن أن تقوض أفاق السلام. جاء الهجوم في أعقاب مؤشرات عدة تدل على أن الإعلان عن اتفاق بشأن إيران له أيضا القدرة على اندلاع صراعات إقليمية، كما له القدرة على تسهيل المبادرات الإيرانية باتجاه الدول العربية السنية. وفي الوقت نفسه تشهد المنطقة ازدياد أعمال العنف على أسس طائفية، ومن بين هذه الأعمال إعدام 3 أعضاء من حزب الله من قبل مقاتلين تابعين للقاعدة في سوريا، وعمليات القتل بالرصاص في العراق تشير إلى المخاطر الكامنة وراء إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة. ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية وبعض المحليات. توصلت المراجع الأمنية المختصة إلى اكتشاف هوية من وجه رسالة التهديد للوزير مروان شربل وإلى مكان إقامته أو اختبائه. رفضت المصادر الكشف عن اسم صاحب الرسالة بانتظار نجاح المهمة التي كلفت بها قوة أمنية للوصول إليه واقتياده بعدما صدر الإذن بملاحقته بتهمة المس بالأمن والسلم الأهلي في المدينة وإثارة الفتنة والتحريض على مستوى الوطن. في مجال آخر، أكد النائب البطريركي العام لصحيفة الجمهورية المطران بولس الصياح أن البطريركية المارونية أحالت المطران الياس نصار إلى محكمة مختصة تدعى سينودس المطارنة ومؤلفة من 3 مطارنة للنظر في الدعوة التي تقدم بها حزب القوات، مشيرا إلى أن نصار سيكمل مهماته على رأس المطرانية إلى أن يصدر الحكم الذي لا يمكن استباقه. واعتبر الصياح أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا، لأن المطران إنسان وهو ليس معصوما عن الخطأ. وإلى صحيفة السفير وزيارة الكاتب المصري محمد حسنين هيكل إلى لبنان، والتي التقى في خلالها بحسب السفير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرتين. المرة الأولى كانت مساء السبت على مدى أكثر من 3 ساعات بحضور الزميل مصطفى ناصر، أما اللقاء الثاني فعقد عصر أمس على مدى أكثر من 3 ساعات أيضا بحضور ناصر والمعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين خليل. وفي لقاء مع أسرة السفير أكد هيكل أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لن يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية بعكس ما يتداول من أنباء حول الموضوع، بل إن أحدى الأزمات التي تواجه البلاد في رأيه هي غياب البدائل بعد إسقاط حكم الإخوان، حيث أن الأحزاب المدنية غير قادرة على طرح نفسها كبديل وهي باختصار أحزاب بلا جماهير. بحسب هيكل الثورة ليست عملية جراحية، بل هي بحاجة إلى وقت طويل لتعبر عن فكرها ورجالها وقدرتها على تحقيق الانتقال. أما حول أزمة التيار الإسلامي والإخوان بشكل خاص وبرغم رفضه الكامل لإقصاء التيار الإسلامي، رأى هيكل أن الجماعة أضاعت فرصتها وهي قفزت في ظرف معين إلى أكثر مما يستطيع التيار الإسلامي أن يحصل عليه، وتصورت أنها باقية للأبد، وفجأة لم يعد لديها أي شيء ودخلت في حالة الإنكار. نذهب الآن إلى صحيفة الغارديان البريطانية ومقال فيه كثير من النقد الذاتي حول السياسة البريطانية. الغارديان عنونت بريطانيا متورطة كثيرا في الحروب الأمريكية القذرة. الحرب على الإرهاب اليوم أضحت حملة لا نهاية لها من الطائرات من دون طيار إلى عمليات القتل السرية، الأمر الذي يهدد بمستقبل أكثر خطورة.
اعتقد العالم أنه بعد مرور 12 عاما على شن الولايات المتحدة حروبا تحت عنوان الحرب على الإرهاب بنتائجها الكارثية أن هذه الحروب تتلاشى تدريجا، والرئيس الأمريكي أعطى انطباعا بداية العام الجاري أن هذه الحروب كغيرها من الحروب يجب أن تنتهي، إلا أن سياسة الحرب على الإرهاب مستمرة وبنحو متزايد، فالضربات الجوية للطائرات من دون طيار أضحت منتشرة من باكستان إلى شمال أفريقيا. تقول الغارديان إن بريطانيا تسير على خطى أمريكا، والمسؤولون البريطانيون يحبذون استخدام الطائرات من دون طيار الخاصة بهم في أفغانستان. نختم الجولة مع هذا الخبر الذي اخترته لكم من صحيفة الحياة. إدخال قنبلة إلى البنتاغون يتطلب ملء استمارة. إذا أردت حمل قنبلة إلى مركز عملك في البنتاغون فلا مشكلة، لكن ينبغي ملء الاستمارة المناسبة لكون مسؤول الأمن في وزارة الدفاع الأمريكية حريصا جدا على القواعد البيروقراطية. فقد تقدم مدير وكالة حماية البنتاغون بهذا الطلب إثر حادث وقع الشهر الماضي، حيث ضبط موظف مدني في وزارة الدفاع عندما كان يحاول الدخول إلى المبنى مع قنبلة يدوية الصنع، ولم يكن هناك أي نية سيئة في ذلك، فالقنبلة لم تكن محشوة بالمتفجرات، والموظف كان ينوي استخدامها في عرض كان من المقرر أن يقدمه أمام مسؤولين في سلاح البحرية. وعلى إثر ذلك أعاد مدير وكالة الحماية إصدار مذكرة حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها لإدخال أسلحة ومتفجرات مزيفة إلى عرين الدفاع الأمريكي. وبهذا الخبر أختم الجولة وأعود إلى مالك وضيفه. شكرا زميلتي على هذه القراءة في أبرز ما ورد اليوم في مضامين الصحف المحلية الصادرة في بيروت وكذلك الصحف العربية والدولية الموزعة في لبنان. أستاذ عبد الباري، للحديث تتم، ولكن اسمح لي أن نتوقف مع فاصل إعلاني بعد الفاصل استكمال للملف السوري وانتقال إلى ليبيا ومصر وقراءة في واقع المنطقة ككل في الشرق الأوسط. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي أستاذ عبد الباري عطوان. بجد ترحب فيك أستاذ عبد الباري في هذه الحلقة الممتعة والشيقة في قراءة الملفات العربية في المنطقة. أستاذ عبد الباري، كنا نتحدث عن الملف السوري وقراءة حضرتك أنه جنيف 2 قد يكون الموعد مش ثابت لأنه الكل بحاجة إلى وقت حاليا، هناك قراءة في المرحلة المقبلة، هناك ضرورة لواقع جديد تفرض المرحلة المقبلة قبل الدخول إلى جنيف 2. هذه الصورة اللي مفروض تكون في المرحلة المقبلة تقول حضرتك محاربة الجهاديين، محاربة هذه التنظيمات المسلحة قبل الدخول إلى طاولة المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية. اليوم من يمون على النظام ومن يمون على المعارضة السورية قابلين بهذه الفترة من الانتظار؟ ما عندهم خيار آخر. يعني أنت ملاحظ، أولا كونك تدعو النظام إلى مؤتمر جنيف أنت اعترفت بشرعية النظام. صحيح، زمان كانوا يقولوا هذا النظام غير شرعي وجامعة الدول العربية جمدت عضوية النظام فيها. الآن بقول لك أنه إحنا، يعني شوف، الجهة الوحيدة المضمونة حتى الآن للمشاركة في جنيف هي النظام. يعني السعودية مش مضمونة، إيران مش مضمونة، المعارضة مش، يعني الدعوة الوحيدة اللي توجهت وأعلن الرد عليها هي النظام. لكن الآخرين لحتى الآن يعني الدعوة مش واضحة ومش صلد، مش قوية. يعني هذا يعني إيش بقى؟ حتى تحديد موعد 22 أنا في تقديري تم الاتفاق عليه مع النظام وليس مع المعارضة. يعني ما اتفقوا على 22 مثلا مع السعودية، ما اتفقوا على 22 مع قطر، اتفقوا على 22 مع النظام، انه حتى انه يكون موعد اللي يقبل فيه النظام. او ممكن باقي الاطراف تعترض على موعد 22. يعني اليوم الولايات المتحده الامريكيه ما عندها مشكل، روسيا ما عندها مشكل، النظام ما عنده مشكل، بس اليوم عم تقول حضرتك انه ما اتفقوا مع السعوديه على هذا الموعد، ما اتفقوا مع قطر على هذا الموعد. من ممكن ان يعترض على هذا الموعد او على عقد جنيف؟ من يستطيع ان يعترض؟ بدك الائتلاف الوطني يعترض؟ ما قالوا له مع السلامه، زي ما ألغينا المجلس الوطني السوري وجبناكم نلغيكم ونجيبكم. ما جابوا، أنت تخيل، يعني هم يعني تغيير أو جابوا أولا الدكتور برهان غليون صحيح وطار، جابوا عبد الباسط سيدة وطار، جابوا جورج صبرا وطار، وجابوا معاذ الخطيب وخطب في قمة العربية في الدوحة وطار. وينه معاذ الخطيب؟ الآن جابوا أحمد الجربة وحيطير.
يعني انت شوف قديش غيروا، يعني مش معقوله، يعني اكم زعيم للمعارضه السوريه صار في خلال سنتين، يعني انا غلطان؟ صح. طيب الشيء الثاني، طب هو كمان انه الان في خطه مش عارفين يدمروا الاسلحه الكيماويه السوريه، ولا دوله قبلت انها تدمر هاي الاسلحه، وهذه الاسلحه حتى تدمر في جدول زمني لسنتين، طب مين بده يشرف عليها؟ النظام. اذا النظام عنده سنتين حتى الان، بعدين حتى الان ما صارش في اعتراض على انه النظام يرشح نفسه. الرئيس بشار الاسد قال لك والله انا يعني حرشح نفسي، اذا الشعب بيقول، إذا الشعب بدي والشعب بيقول خلوه يقول، اذا ما قالش بيقول الشعب، يعني احنا عارفين يعني، فحيقول الشعب وحيترشح وحينجح كويس، ويجي كارتر يشرف على الانتخابات بال 2014، يمكن في 2016 مددوا، بمددوا ما في مشكله، يعني ما السوريين مددوا لكم لامين لحود، بمددوا لبشار الاسد، اذا مددوا للحود عندكم في لبنان مزبوط. بس اليوم كل من يشرف على هذه الطبخة تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الخليج اللي ماشي بيركب هذه المفاوضات واللي معترضة، راح تسكت على هذه السلاسة في المرحلة المقبلة؟ يا أستاذ مالك، دول الخليج الآن مرعوبة، هي الآن فاضلة سوريا، هي الآن بدها، يعني أجت ضربة كبيرة على رأسه الاتفاقية الإيراني، يعني مش فاضيين لسوريا الآن، صار همهم، يعني شوف كيف تطورت الأمور وتغيرت، قبل هم كانوا يعني أصابعهم وإيديهم ورجليهم وكلهم في الملف السوري، الآن أصبحوا كليا خايفين على حالهم، يعني ما عادش سوريا بالنسبة لهم أولوية، ما عادش حتى سوريا أولوية بالنسبة للسعودية. طب إذا على هالأساس لماذا التركيز دائما على الأمير بندر بن سلطان وإعطائه هذا الحجم الضخم في الملف السوري؟ بعض السعودي يقول هذا التجني عليه، البعض الآخر يقول وضعه في إطاره وفي حجمه الطبيعي، لماذا إعطاء الأمير بندر إذن هذا الحجم إذا مش مهتمين بقى بالملف السوري؟ الأمير بندر فاعل، يعني فاعل رئيسي في الملف السوري، بس متى؟ يعني هذا الكلام قبل سنة ونص، لما كانت أمريكا بتدرب المعارضة في الأردن، لما كانت أمريكا بتغير النظام، اليوم خف الدور، أمريكا انسحبت طلعت، فيعني طبعا الأمير بندر بن سلطان كان لاعب أساسي ورئيسي، لأنه كان مدعوم من الغرب، مدعوم من أصدقاء سوريا، إنه هو في إطار منظومة بتعمل لتغيير النظام في سوريا، الآن هذه المنظومة تفككت وأمريكا قالت حلوا عني، أنا رايح لإيران، وعمل اتفاق مع إيران، وعمل اتفاق مع اللي هي نظام الأسد روسيا لتفكيك الأسلحة. يا أخي وافقوا الأمريكان رح يفككوا الكيماوي السوري على متن باخر سفينة طبعا يعني أنت يعني شوف المفارقة الغريبة، أنه في الوقت اللي كانت الدول الخليجية بتعتقد بأنه أمريكا هتضرب إيران 100%، كانت أمريكا بتتفاوض في مسقط مع إيران. شوف المفارقة الغريبة، لماذا هذا الدور للسلطان قابوس؟ أكيد يعني وجد أنه أمريكا مستعدة وإيران مهيئة، يعني لولا كان في استعداد من الجانبين، وهو رجل كتوم، وسلطنة عمان دولة تبتعد عن الأضواء كليا، مش دولة شوق، بس مشهود لقلب بأن دولة المفاوضات طبعا، هذه أكثر من مرة السلطان قابوس بن سعيد يقود مفاوضات تحت الطاولة تحت غطاء السرية. مظبوط. يعني تلاحظ هم إيران دائما تتبع سياسة اللو بروفايل، اللي هي عدم الظهور والظهور والإعلام وحتى عمرك سمعت بجرائد عمانية مثلا أو سمعت بمحطة تلفزيون عمانية؟ لا، لكن هم الأكثر فعالية في منطقة الرئيس، بمعنى أنه في عز أزمة العراق والكويت كانوا عندهم علاقة جيدة مع العراق، يعني لم يقطعوا العلاقة إطلاقاً مع نظام صدام حسين. في عز الحرب العراقية الإيرانية كانوا هم علاقاتهم جيدة مع إيران، الآن كمان في عز الصدام بين مجلس التعاون الخليجي وإيران والأساطيل في كانوا فاتحين على الإيراني، على الإيراني، يعني هم اختاروا هذا الدور واللي هو اللو بروفايل، اللي يكونوا في المقاعد الخلفية جداً ويسكتوا، فهم يعني الطرفين اتفقوا عليهم، الأمريكان والإيرانيين، ولعبوا الدور وحفظوا السر، كتموا السر. لكن السؤال هو يعني إنه طب دول السعودية وين كانت؟ دول الخليج الأخرى كيف ما عرفت؟ كيف ما قدروا يقرأوا الخريطة بشكل جيد؟ ليش صدموا بهذا الشكل؟ لأنه هم شو؟ ردة فعلهم كانت واضحة، الاعتراض على هذا الموضوع، رح يضلوا بهذه ردة الفعل أم سيكون هناك قراءة أخرى؟ ما هو بتعرف يعني في النهاية هذه الدول الغربية يعني تحفظ لك ملفات وتستخدمها في الوقت المناسب. مجلة الفورن بوليسي، جيرمي شابيرو
اللي هو كان الذراع الأيمن لهيلاري كلينتون وكان في وزارة الخارجية، كتب مقال في الفورن بوليسي من أخطر ما يمكن. قال لقطر استنوا شوي، أنتم قاعدين بتدعموا جماعات جهادية في سوريا، أنتم قاعدين بتخربوا علينا في ليبيا، بتدعموا الإخوان المسلمين، إحنا إذا ما توقفتوش حنعمل أربع أشياء أساسية. الشيء الأول حنتهمكم بالإرهاب. طلعت الواشنطن بوست كتبت في التحيتين تتهم قطر بدعم الإرهاب. أنت بتعرف إيش معنى دعم الإرهاب؟ هذه في الغرب تهمة خطيرة جدا، زي إيران حطوها إيران جمدوا لها كل شيء 30 سنة. قالوا لهم إحنا حنفتح ملف العمالة الخارج العمالة الأجنبية والصخرة، نظام الصخرة واللي بيموتوا. فجأة الصحف البريطانية والجارديان وكلها صفحات عن معاناة العمال الأجانب في قطر، وهذا يعني بدهم مهدوا لسحب اللي هي تنظيم قطر للمونديال 2022. بعدين قالوا لهم كمان نحيي الخلافات الداخلية بينكم، نحيي خلافكم مع السعودية. يعني هذول الناس يعني بيمسكوا لك ملفات، بقول لك طيب ادعم في سوريا، انتم بغضوا النظر، بعدين بقول لك بيجي واحد بقول لك والله انتم دعمتوا الإرهاب. يعني هذه يعني الغرب يعرف كيف يستخدم. ماذا حصل أوراق بقطر إذن اليوم؟ انسحبت الآن قطر أو شبه منسحبة من الملف السوري، مش بنفس في الزمان كانوا هم في درايفينج سيت في مقعد القيادة. إذا تذكر حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء كان هو اللي يعني صاعد وينزل في الجامعة العربية، هو يعني الحاكم الفعلي، هو الأمين العام الحقيقي لجامعة الدول العربية، وكانت كل أسبوع في اجتماع لوزراء خارجية العرب. صح مزبوط، وكله عشان سوريا. وين اجتماع وزراء الخارجية؟ وين الجامعة العربية أساسا؟ اتغير الحكم في مصر، أجا نظام عسكري أو نظام مدعوم من العسكر، تغيرت الصورة كليا. أصبح نبيل العربي ما يحكيش ولا كلمة عن سوريا، ولا كلمة. أتحدى دكتور نبيل العربي، انتهى تجميد العضوية، انتهى تجميد العضوية، عاد سوريا إلى عضوية الجامعة العربية. طبعا يعني الآن طب وين يعني تغيرت الصورة كليا. يعني أنا متأكد في مارس القادم لن يلقي رئيس الائتلاف الوطني كلمة في الجامعة العربية. أتحدى من الآن في مارس القادم إذا عقدت القمة العربية لن تكون هناك كلمة للمعارضة السورية. أنا زي ما حصل في قمة الدوحة نظام، ويمكن النظام يكون موجود. أنا لا أستبعد أنه النظام يكون هو مستعيد مقعده في جامعة الدول العربية. من ضمن الملفات اللي حكيت عنها حضرتك أنه لوحوا فيها أمام دول الخليج، قلت أنه نرجع من سعر الخلاف الداخلي، الخلاف السعودي القطري. اليوم في خلاف سعودي قطري؟ أوف، خلاف كبير جدا ومنعكس في الإعلام. طب هي أمير الكويت يعني حاول يصلح ذات البين بسبب بسيط، يعني انه سعود الفيصل، الامير سعود الفيصل قام بجوله لدول الخارجيه، قال يجب ان نصدر بيانا ندين فيه دعم القطر اللي هو الاخوان المسلمين في مصر. ونشرت انباء بانه السعوديه تفكر ب يعني تجميد عضويه قطر في مجلس التعاون الخليجي لانها خرجت عن الاجماع الخليجي. ففي خلافات كبيره بينهم. وفي الامير بندر بن سلطان يعني فاجأ العالم كله في تصريح للول ستريت جورنال، قال ايش قطر؟ قطر محطة تلفزيون و300 شخص، وهذا لا تصنع دولة. وكانت صادمة لقطر، لأنه عادة دول الخليج ما بيتحدثوا عن بعض بهذا الشكل. ففي خلاف، وخلاف قديم متجدد. فكل مجلس التعاون الآن عنده مشكلة وزعلانين على هلا في اجتماع حتى في غضب على مسقط، إنه كيف أنتوا بتستضيفوا مفاوضات مع الإيرانيين بين الإيرانيين وبين الأمريكان وما بتخبرونا؟ طب إيش مجلس التعاون هاي اللي دولة عضو فيه تستضيف محادثات على هذه الدرجة من الخطورة ولها انعكاسات خطيرة على المجلس وما بيخبروا الباقي؟ فإذا يعني اجتماع المقبل في الكويت أمام امتحان خطير جدا. يعني مجلس التعاون عنده مشكلة أساسية. وأمير الكويت لما راح على أخذ معاه اللي هو أمير الشيخ قطر. تميم أمير قطر إلى الرياض، كان بحاول إنقاذ القمة الخليجية اللي بعد أيام. صحيح. يعني الآن لأنه بده إياها تنجح، وكانت هذه القمة مهددة، ويمكن السعودية حتى ما تشارك فيها. يعني كانت المشاركة السعودية عليها علامة استفهام، وحتى لو تمت ربما تكون على مستوى منخفض جدا. يعني في أزمة في مجلس التعاون الخليجي، أزمة كبيرة، لأنه زي ما حكينا أنه في قطر تدعم الإخوان المسلمين ومرسي في مصر، والسعودية تدعم اللي هو السيسي والنظام الجديد في مصر. عندك الكويت ايضا بتدعم النظام الجديد، الامارات تدعم النظام الجديد، والسعوديه يعني والامارات. في ازمه بدول مجلس التعاون الخليجي بين بعضها تجسدت تحديدا في هذه المرحله، خلاف سعودي قطري عماني. لا هو عمان عتب على عمان، وخلاف بين السعوديه وقطر رئيسي، لانه يعني
في ثلاث دول خليجية أو أربع دول خليجية، البحرين والكويت والسعودية والإمارات، واقفة مع النظام الحالي في مصر 100%، ومعهم عمان لكن بدرجة أقل من الضوضاء، وقدموا أكثر من 14 مليار دولار مساعدات للنظام المصري وللمالية المصرية. تتخيل النظام المصري لما شاف السعودية معه والكويت معه والبحرين معه والإمارات معه، رجع 2 مليار دولار للقطريين، قالوا شكرا من ناشية. تخيل النظام في أزمة مالية عنده 24 مليار دولار عجز في الميزانية، إنه يرجع 2 مليار هو بحاجة لكل مليون، يقولوا لا شكرا، شكر الله سعيكم، أنا ما بدي، لأنه بحجة إنه الخلاف عن نسبة وما نسبة. يعني هاي كله بسبب إنه الدول الخليجية، طب إذا الدول الخليجية قالت لا ارفضوا المساعدة الأمريكية أو بدناش المساعدة الأمريكية، مصر قولوا بدناش إياها وإحنا مستعدين نعوضكم، وعوضوهم. فهذا كله منعكس داخل مجلس التعاون الخليجي، كيف سيعقد المجلس في ظل هالخلافات هاي؟ هون الامتحان، هذا الامتحان الحقيقي. فهذه المشكلة يا أخي، حتى بالملف السوري اليوم، حتى خلاف دول مجلس التعاون الخليجي بالملف السوري. بالملف طبعا، يعني أنا بدي أحكي لك شيء، أول ما صارت الأزمة الليبية وتدخل الناتو، أنا كنت مع الديمقراطية في ليبيا لغاية ما تدخل الناتو، قلنا لا هنا نختلف لأن النتائج حتكون كارثية على المنطقة كلها. فكتبت افتتاحية على الصفحة الأولى، قلت إنه بروفا ليبيا والهدف سوريا، والله العظيم بروفا ليبيا والهدف سوريا. أول تفجير حكيت، قلت إنه الجماعات الجهادية ستحارب النظام تحت أجنحة طائرات الناتو اللي كانت تقصف، وقلت إنه تنظيم القاعدة وصل إلى ليبيا وسيؤسس قواعد في ليبيا. يا الله هاجت علي الدين، وكنت حكيها بالإنجليزي. في سوريا نفس الشيء، لما صار في تفجير لمركزين أمنيين في قلب دمشق، تفجيرين الانتحاريين، قلت إنه هاي أصابع القاعدة. أجاني وفد من الإخوان المسلمين السوريين على مكتبي في الجريدة، يا أستاذ عبد الباري أنت بدك تخرب بيتنا ليش يا سمح؟ قالوا يا أخي إنه أنت بتقول إنه القاعدة هي وراء هذا، لا أنت هيك بتخرب الثورة السورية. قلت يا جماعة ليش ما تيجي القاعدة على سوريا؟ يعني في أرضية كاملة، أرضية كاملة. بعدين القاعدة ما هي في العراق، ما في دولة إسلامية في العراق، طيب ما كانت موجودة زي دول الشام بس. طب بس بعدين ما موجودة كانت، طب ليش ما تيجي على الشام؟ يعني إيش بدها؟ بدها هي يعني مركبة فضاء حتى تيجي؟ ما هي كلها مع الحدود. فيعني للأسف في سوء تقدير لما يجري، والآن هذا سوء التقدير، يعني سوء تقدير إنه إيران ممكن تتفاهم مع أمريكا. مين كان يحلم بأنه إيران ممكن تتفاهم مع أمريكا؟ مين كان يتصور أنه النظام البشار الأسد سيدعى إلى جنيف ويعمل سيوافق والوحيد اللي بيوافق وهن البعض ولا مش عارفين مين من مثل المعارضة؟ لا، وبقول أنا حترشح في الانتخابات الجاي وأنا حأنجح في الانتخابات الجاي وبلط البحر، ولا ومش رايح عشان أسلم السلطة، والأمريكان بيحكوش والروس موافقين. بيطلع لافروف اللي هو سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية، وبالمناسبة يعني الدبلوماسية الروسية في دبلوماسيتين، مدرستين دبلوماسيتين نجحوا، المدرسة الإيرانية والمدرسة الروسية، ومدارس الأخرى صفر. يعني لو أنا بصحح أوراق امتحاناتهم بعطيهم صفر 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 كله. مقعد كله. شوف الدبلوماسية الإيرانية يا أخي، لوعوا الدول الست العظمى، حتى الأحد فجرا 4 الصبح هم يحاسبوا على الفاصلة وعلى كل الجرائد طلعت بأجواء سلبية. بأجواء سلبية، بس تفاجأنا بالأخبار سبقت الجرائد. يعني بدل ما يعني إحنا تعودنا إحنا الفلسطينيين والعرب بنروح على يعني كان ديفيد أنور السادات أضغطوا عليه أجبروه تعبوه في توافق وتنازل عن غزة وتنازل عن سوريا وتنازل عن الدنيا كلها. نفس الشيء في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قدم كثير تنازلة إنه يحشروهم ويتنازلوا باستثناء جنيف اللي هو ياسر عرفات رفض الله يرحمه لي. لكن إحنا اللي تيجي الإيرانيين حتى اللحظة الأخيرة 10 سنوات من المفاوضات، 10 سنوات. يعني أصلاً الإيرانيين الحرب على إيران والحصار على إيران لأنه ممنوع يخصبوا يورانيوم. صحيح. الآن انتزعوا حق تخصيب اليورانيوم. وإن ب5%. ولن في 5%. بدي أحكي عن هذه المفاوضات إضافة إلى مصر وليبيا بالتفصيل، إلى أين تتجه مصر وإلى أين تتجه ليبيا في المرحلة المقبلة في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة. ولكن اسمح لي أستاذ عبد الباري عطوان أن نتوقف مع فاصل إعلاني، وبعد الفاصل متابعة للحوار، فاصل قصير ونعود.
عودة لكم مشاهدينا في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة اليوم مع أستاذ عبد الباري عطوان. أستاذ عبد الباري، في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة كنا عم نحكي قبل الفاصل الإعلاني عن الدبلوماسية الإيرانية، قد فعلا نجحت في انتزاع حقوقها من الغرب، من الدول الست العظمى في الاتفاق النووي. اليوم هناك من خرج ليقول أن إيران تنازلت لتصل إلى هذا الموضوع، أن طهران خسرت في هذا الاتفاق. إيران خسرت أم ربحت في جنيف؟ من المؤكد أنها خسرت وربحت، لكن المكاسب أكبر. يعني زي مثل ما قلت في البداية، بداية الأزمة مع إيران، بدأت الأزمة الحقيقية، يعني اللي هو الأزمة كانت موجودة على مدى 30 سنة، بس في آخر 10 سنوات بدأت بسبب رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم، وكل هالضجة والحصار وحتى حشد الأساطيل كان بسبب أنه ممنوع على إيران أن تخصب اليورانيوم ولا بأي نسبة. الاتفاق السابق مع الرئيس خاتمي، في عهد الرئيس خاتمي وقت وقعوا بالأحرف الأولى الاتفاق وفشل، هو لأنه منعوا إيران من تخصيب اليورانيوم بالمطلق، يعني 0% ممنوع، يعني كان عليها أن تغلق مفاعلاتها النووية. طيب صحيح. الآن عندهم الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%. صحيح. عندهم 10,000 وحدة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم ستبقى مثلها، هي لن تمس على الإطلاق. كويس. كمان بالنسبة للمفاعلات في أراك، في بوشهر، في ناتانز، كلها ستبقى على ما هي عليه لأغراض سلمية، توليد طاقة كهربائية، مياه، علم. بعدين يعني اكتشفوا أنه إيران عندها طريقتين لتخصيب أو الإنتاج، حتى إذا فكر باستوقف إنتاج قنبلة نووي من خلال تخصيب اليوراني أو إنتاج البلوتونيوم من الماء الثقيل في الماء الثقيل. صحيح. يعني باكستان أنتجت القنبلة النووية من تخصيب اليورانيوم، الهند أنتجتها من الماء الثقيل، إيران جمعت الحسنين، الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم، وتخصيب اليورانيوم. واستمرت. يعني أنا مرة كنت عندي محاضرة في جامعة هامبورغ في ألمانيا، وبعدين وسعوا لها عاما لأنه طلب عليها، وكان خصمي مين هذا عام في أغسطس 2003 بعد هزيمة العراق أو بعد احتلال العراق، كان خصمي ريتشارد بيل اللي هو كان يعني مهندس حرب العراق. فأنا يعني قلت إنه إيران العراق ما كانش عنده أسلحة نووية وكذا وكذا، ولا أسلحة دمار شامل، وأنتوا غزيتوا كذبة هاي. طبعا هو قدام الناس والكاميرات والدنيا جادل بأنه لا، العراق كان عنده أسلحة بس كان مخفيها وبعدين كذا، وأنه كان خطر وبشكل خطر. بعد ما خلصت طبعا إحنا بيعزمونا على العشاء بعد أو الغداء بعد المحاضرة، الغداء كان آسفة، فريتشارد بيل قال لي بعد ما طلعنا، قال لي كلامك مظبوط، بس المشكلة وين؟ احنا كنا نعرف ان صدام حسين ما عندوش اسلحة دمار شامل، وغزينا العراق لانه كان هذا اقل خيار بالنسبة لنا او اسلم خيار بالنسبة لنا، لانه لو استمر احنا، لو التفتيش اجوا وقالوا ما فيش عنده صدام حسين اسلحة دمار شامل، كان هنرفع الحصار. ها، سنرفع الحصار. وين الخطورة؟ انه صدام حسين عنده العقول وعنده الخبرة انه في خلال 5 سنوات ممكن يعيد انتاج كل الاسلحة، ولاحظ انه اول شيء عملوه بعد احتلال العراق هو قتل واغتيال العلماء، الادمغه. صحيح. كل الادمغه. الان ايران عندها الادمغه، عندها الاجهزه، ولكن كان عليها حصار، وكان عليها حصار، خففت الحصار. انت بتعرفش ايش بصير بعد 3 سنوات. يعني هل حد كان بيعلم بعد 3 سنوات مثلا انه امريكا بتتفاوض مع ايران؟ صحيح. هل حد كان بيعرف مثلا انه الرئيس بشار الاسد بده يصمد 3 سنوات وانه امريكا تعترف فيه وانه تعمل معاه تعهد على طاوله مفاوضات؟ وانا بأذكرك استاذ مالك، لما احمد داود اوغلو يروح على دمشق بكره اتذكرني، قول انه في واحد في البرنامج قال انه تركيا حتعيد علاقاتها مع سوريا في اسابيع. الدنيا بتتغير، انت بتعرفش ايش بصير بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع، ما بتعرفش بصير. يعني صحيح انه هذه قصيره فتره في عمر السياسه، لكن بتصير معجزات زي ما تفضل. يعني انت تخيل لو احنا الان قبل 6 شهور من اللي صار، هل انا كنت اتصور انه خلاص الحرب، انه بدهم يشنوا حرب على ايران؟ لبنان حضر حاله للصواريخ طبعا، التوماهوك صاروا العالم بيعرفوا التوماهوك في لبنان. إيه؟ كانوا ناطرين البوارج عم يطلعوا فيها على البحر تجي تقصف سوريا. امريكا نصبت صواريخ باتريوت في الخليج. صحيح. ونصبتها على الحدود التركيه السوريه. صحيح. لحمايه تركيا من صواريخ ايرانيه، كانت كل المنطقه مهيئه لحرب. فجاه اكتشفنا انه الميه تمشي تحت لبنان واحنا مش عارفين، فما بتعرفش ايش بصير. فاعتقد ايران كان السبب انه الولايات المتحده الامريكيه لا تحتمل حرب جديده، لا تغيرت المعادله في المنطقه وكانت عم تشتغل تحت الطاوله، لا اوصلت حاله الى ما وصلت اليه من توافق مع الايران، حمت نفسها من ايران، اخرجت نفسها من المستنقع السوري وقاعده عم تتفرج بالضبط.
وخلت الدول واعترفت إيران الآن تم الاعتراف فيها كقوة إقليمية عظمى، أسلحتها لم تمس، أجهزتها لم تمس، بعدين كمان خفف الحصار عنها، وبعدين كمان تحديدا الحصار المالي. ما يهم إيران هو الحصار المالي بعد أكثر من بعدين أستاذ مالك كمان أمريكا حتى وراء مصالحهم بزينا إحنا. يا أخي أمريكا مين اللي استفاد من الحصار على إيران؟ الشركات الصينية والشركات الهندية والشركات الروسية والشركات الغربية طلعت أوت. يقال اليوم أنه تغص الفنادق الإيرانية بالمستثمرين وبالشركات التي تنتظر الإشارة لتبدأ العمل في طهران. ما هي إيران عندها يعني إيران عندها غاز، يعني ثاني صناعة سيارات وعندها نفط وعندها 80 مليون مستهلك، يعني مش بسيطة. إيران دولة كبيرة. طيب يعني إيران الناتج القومي بتاعها، الناتج القومي حوالي 480 مليار دولار في السنة، 480 مليار دولار في السنة. الناتج القومي التركي حوالي 800 مليار إلى 900 مليار دولار في السنة. طب تركيا الدولة رقم 17، إذا بكرة رفع وهذا إيران 482 مع مليار مع الحصار، يعني إذا رفع الحصار إذا رفع الحصار تتخيل. وبعدين ناس بنتجوا صواريخ وبنتجوا طائرات بدون طيار وبنتجوا غواصات نووية أو غواصات يعني ممكن تصير نووية وبنتجوا كل شيء، وإحنا إيش بننتج؟ قول لي ايش بننتج يعني؟ بالله احنا كعرب ايش بننتج؟ وريني اعطيني بس ما حاجه بتنتجها يا زلمه. والله العظيم العقال بنستورده، العقال بتاعنا بنستورده، مش عيب مش عيب. يعني يعني هاي يعني احنا كمان الان بدنا دائما حدا يحمينا، ليش ما يكون عندنا مشروع عربي؟ ليش اسرائيل عندها مشروع وتركيا عندها مشروع وايران عندها مشروع وباكستان عندها، ليش احنا ما يكون عندنا مشروع؟ ليش ما يكون احنا ما يكون عندنا مشروع عربي؟ حطيت اصبعك على الجرح يا سيدي. ليش ليش يعني بجد يعني ليش ما يصير عندنا؟ ليش ما يكون عندنا مشروع؟ لأن يا أخي يعني دولة زي السعودية عندها 600 مليار دولار دخل من النفط، ليش ما يكون عندها برنامج نووي؟ ليش ما يكون عندها برنامج صناعي؟ هددت اليوم بأنها ستتجه إلى إلى طيب إلى إنتاج برنامج نووي. طيب يلا ردا على سماح لإيران بإنتاج برنامج. يا أخي يلا، ما أمريكا كانت حليفتكم وما حدش هيعترض، اعملوا برنامج. مفروض يكون عندنا برنامج نووي موازي. ليش؟ ويكون عندنا برنامج صناعي تسليحي موازي. موازي. ليش؟ ليش ما يكون يا اخي؟ طب ما احنا بنقدر نشتري النو هاو، ما عندنا فلوس، ما عندنا حجم الاستثمارات العربيه الخارجيه اكثر من 3 تريليون دولار برا. صحيح. يا اخي حطوا تريليون واعملوا صناعه عسكريه، اعملوا صناعه مدنيه، اعملوا اقتصاد، اعملوا بنى تحتيه كويسه. ليش ما نعمل هذه الاهم عم تغرق بالشتاء. ليش ما نعمل العربيه؟ طب بخرب بالضبط. استاذ عبد الباري، ماذا عن مصر؟ الى اين؟ شوف يعني انا مصر في شهر حزيران يونيو اللي فات رحت على مصر وشفت كل القوى المصرية، شفت الرئيس السيسي 45 دقيقة وشفت المجلس العسكري أكثر من 3 ساعات، و يعني في كانت أزمة وفي احتقان. يعني أنا لما شفت العسكر ويعني كان مفروض الرئيس المشير السيسي الفريق أول السيسي يحضر، بس للأسف كان في اجتماع اللي هو سد النهضة كان طوارئ وأيامها فاعتذر ودعوني مرة تانية وما رحتش. مصر مشكلة الأساسية أنا في تقدير، أنا ضد الانقلابات العسكرية وأنا مش مع الإخوان المسلمين حقيقة يعني هذا لكن يعني أنا أكبر خطأ في تقديري حصل في مصر إنه المؤسسة العسكرية انحازت إلى طرف ضد طرف. هم قالوا لي لا مش حننحاز ولا نكون عصا في ايد احد. انا والله هيو عبد العزيز سيف موجود، عبد العزيز سيف الدين اللي هو رئيس هيئه التصنيع الحربي وكان قائد سلاح الطيران مع المشير طنطاوي، قال لا مش حننحاز ولا نكون عصا في ايد احد، في خلاف بين الليبراليين وبين الاخوان احنا حنكون فوق الخلاف، المؤسسه العسكريه حتكون فوق. انا انبسطت يعني انا لانه بدي الجيش المصري الا يمس وما يغرقش في الازمه السياسيه، اي جيش بيغرق في الازمه السياسيه ده يعني بيه. هم اختاروا انهم يتدخلوا وضد طرف في المعادلة السياسية. هن بحسب ما نقل من الداخل المصري كان في خوف من مخطط كبير كان يحاك لمصر. يعني مخطط كبير يعني بدي اقول لك شيء، يعني كان هم انا زي ما قلت لك انا ضد الانقلابات العسكرية، بس انه احنا بدنا نقلل الخسائر. يعني لو اجى الجيش واخذ السلطة علنا زي ما عمل عبد الناصر 1982، زي ما عمل حسن زعيم في سوريا، زي ما عمل عبد الكريم قاسم في العراق، يعني انه انا والله البلد بتغرق في مخطط كبير ضد البلد، انا حامسك البلد كجيش واعلن احكام عرفيه وحاله طوارئ واعمل حكومه عسكريه زي ما عمل كمان الانقلابات في تركيا وامسك البلد واقول انه انا 3 سنوات 4 سنوات بعدين بعمل ديمقراطيه. في الحاله هذه المساواه في الظلم عدل.
يعني انت سويت بين الليبراليين وانت سويت بين الاخوان وكلهم يعني اخرجتهم من الساحه، لكن انك انت تيجي تنحاز لطرف وتقصي طرف اخر، هذا يعني ممكن يؤدي الى نتائج خطيره اللي هي عدم الاستقرار. الان في مصر في عدم استقرار، يعني الحل في مصر، الحل لازم يصير في توافق، لازم يبحثوا عن تسوية سياسية، الإقصاء. بس هنا عرضوا على الإخوان يدخلوا بالسلطة، يعني لازم قالوا لهم فلنجلس إلى طاولة الحوار، الإخوان من رفض. بس هم حسب إيش الشروط؟ يعني لازم يصير في لجنة حكماء، ولازم الجانبين يتنازلوا، الإخوان يتنازلوا، يعني الإخوان لن يستطيعوا إطاحة الجيش، والجيش لن يستطيع إطاحة الإخوان، وإن كان يعني حطهم في السجن كلهم ووجه لهم اتهامات، هذا مش حيعمل استقرار في البلد، لأنه رح ضل مضطر بمصر. لازم يصير في مصالحة، في فريق بيعتبر انه مظلوم. بالضبط، لازم يصير في مصالحة وطنية. انتم كيف عندكم صارت مصالحة وطنية؟ في جنوب افريقيا كيف صارت مصالحة وطنية؟ يعني لما طلع مانديلا من السجن ما قالش والله انا بدي اذبح البيض، انه بدي اعاقبهم. يعني مصر تحتاج الى مصالحة، تحتاج الى مانديلا، تحتاج الى مصالحة، تحتاج الى الغاء سياسات الاقصاء. من يمكن ان يكون مانديلا مصر؟ والله ما بعرف، يعني اتمنى يجي واحد عسكري، يعني يكون حل بين اثنين مثلا، نقول تعالوا نتصالح وتعالوا فريق اول سيسي، ممكن فريق سيسي اخر، ما بعرف سيسي اثنين مثلا، يمكن مثلا يكون انه باعتبار السيسي اصبح طرف، ممكن يكون كمان يعني اخواني اخر، يجي مثلا محمد مرسي اخر او محمد بديع اخر يقول لا انه احنا هذه بلدنا واحنا بدنا نحافظ على هالبلد ولازم نوصل لمصالحه ولازم نعمل انتخابات جديده ولازم نتعايش مع بعض، بس لازم يكون في شرط التعايش وشرط الوفاق والتوافق، بدون هيك ما ممكن. يعني شوف من غير توافق زي ما حصل في جنوب افريقيا، والابتعاد عن الثاريه، الابتعاد عن الثاريه، النزعه الثاريه والانتقاميه، اذا وصلنا لهذا في مصر طبعا يكون لك والله يا اخي عبد الباري عطوان بيحلم، يا اخي طب ما هم هيك، احنا بدنا نستفيد من الاخرين، بدنا نستفيد من النموذج. وفي تجربه سابقه، في تجربه في جنوب افريقيه وتجربه لبنانيه، وفي لبنان كمان على مستوى نفعت، يعني على الاقل خفت. يا اخي تعايش، طب ما كانت فيش خط التماس بعد شهور، عم يرجع هلا بعد شهور، ما كانش في خط الشرقي غربي، الناس رجعت على بعض. ان شاء الله ما يرجع، ان شاء الله يا رب ما حدا بيزعل اذا ما رجع. استاذ عبد الباري، الى الغرب من مصر، ليبيا. هاي ليبيا، شوف يعني اخطر شيء على مصر وعلى منطقه شمال افريقيا اللي هو المغرب العربي، اخطر شيء هو ما حصل في ليبيا. هذا اللي حصل في ليبيا يعني بركان، لانه في عندك اكثر من 50 مليون قطعة سلاح الآن بمختلف الأشكال الألوان موجودة في العراق. الكلاشينكوف يباع $20 في ليبيا وفي تونس، كلاشينكوف اللي كان $5,000 و$2,000 بعشرين، ويعني كمان بس خد كويس. الآن مشكلة ليبيا إنها هي ماشي زي 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 يعني سرة إفريقيا، بمعنى إنه جنبها تونس، جنبها الجزائر، جنوبها مالي، جنوبها النيجر، جنوبها نيجيريا، وبعدين على مصر والسودان. يعني ليبيا عندها حدود مع مع كل افريقيا، مع كل افريقيا. صحيح. طب هاي لما تكون دوله فاشله، يا اخي انت عمرك شفت دوله بيختطف فيها رئيس الوزراء؟ عمرك شفت في التاريخ تحلى يختطف ويختطفوا مين؟ انه غرفه طرابلس العسكريه، يعني الغرفه اللي بيمولها هو رئيس الوزراء، اللي بيدفع رواتبها رئيس الوزراء، يجي يخطفوه بالبجامة من غرفه النوم. يا اخي الواحد اللي هو رئيس فرقه التحقيقات في بنغازي اللي بيحقق بالاغتيالات يجي يغتلوه. طب بتصير هاي الى اين؟ يا اخي بيجوا بيحتلوا البرلمان ويصير البرلمان يعمل جلساته في حديقه البرلمان برا في العراق اللي هو. الى اين تذهب؟ الى اين تذهب ليبيا؟ ليبيا بليبيا رايحه على المجهول يا اخي، لانه ليبيا ما ساعدوها الغرب اللي دخل في ليبيا والحلف الناتو اللي اطاح بالنظام السابق، ولولا لا يمكن كان يطاح بهذا النظام. هذا الغرب مين اللي؟ فرنسا وايطاليا وبريطانيا وامريكا. طب هاي الدول، طب ليش ما عملت جيش في ليبيا؟ ليش ما عملت زي ما عملوا في العراق، حلوا الجيش وتركوا البلد؟ نفس الشيء في ليبيا، انه اسقطوا النظام ومشيوا، لا عملوا جيش، لا عملوا شرطه، لا عملوا امن، لا عملوا هيئه الدوله ولا شيء، وفلتت البلد. كيف يمكن ان نعيد بناء الدوله الليبيه اليوم؟ بدك تعمل جيش، لازم اي بلد لازم يكون فيها جيش، ولازم يكون فيها جهاز امني قوي، ولازم يكون لضبط فيها جهاز الميليشيات، واما ضم الى هذا الجيش واما غربلته وسحب السلاح. بعدين يحققوا. يا اخي البلد ليبيا من اكثر دول العالم فسادا، وزير الماليه استقال قال لك يا اخي احنا انه بنفك الجمود عن اموالنا في الخارج، بتيجي على البلد وترجع للخارج باسماء اشخاص وباسماء. معقول البلد كلها سلاح، اكوام زباله في كل البلد، يا رجل طرابلس اكوام زباله، جبال من الزباله،
بيجيهم زباله. طب ايش الفائده النظام؟ انت ايش فائده، ايش الديمقراطيه اذا بتلمش زباله في البلد؟ اذا فيش كهرباء، اذا فيش مستشفيات كويسه، معقول بتروح تعالجوا في تونس؟ ليبيا اللي بتنتج مليون ونص مليون برميل من النفط يوميا، عندها على الاقل من 70 الى 80 مليار دولار دخل سنوي من النفط بس غير الغاز طبعا. بتروح تتعالج بتونس؟ بتروح تتعالج الاردن صحيح، وفي مصر معقوله؟ مش عارفين يا اخي في شيء اسمه مستشفيات متنقله، في شيء اطباء تقدر تجيبه، مع انه كثير دول ساعدت، كان فيها تساعدت باسقاط نظام القذافي. فانت بس يعني اجابه على سؤالك، اولا بدك جيش قوي، بدك مؤسسه امنيه قويه، بدك تبني هياكل الدوله، بدك تحقق المصالحه الوطنيه. يعني في اقصاء في بلد اسمها تجراء، كل ناسها برا لانهم سود، وانه السود محسوبين على القذافي، ممنوع رجع بلده، اكثر من 30 الف واحد. عندك سرت وبني الوليد مدمره لان هي محسوبه على... انت خلص بدك راح القذافي، دفن القذافي، بدك مصالحه، بدك مصالحه وطنيه، وبدك في يعني في عنصر قبلي، بدك تعمل مصالحه قبليه ايضا صح. وبدك تنصف الناس، وبدك تعمل خدمات الناس. طب يعني معقوله بعد 3 سنوات مثلا ما فيش خدمات في البلد؟ يا سيدي ميليشيا بيجي ما بعطهوش الرئيس الوزراء شوية فلوس زيادة بروح بيحتل المطار؟ معقولة وين بتصير هاي؟ يعني مأساة ليبيا حقيقة، وللأسف الإعلام ما بيتحدث عن هذا الشيء. وين الإعلام اللي كان الجزيرة والعربية وغيرها اللي كانوا في ليبيا وأبدا وتحررنا وتحرير وأشياء وكذا وليبيا وليبيا، وينهم؟ ليش ما بيحكوا عن المآسي اللي في ليبيا الآن؟ ليش ما بيحكوا عن المزابل اللي في ليبيا؟ ليش ما بيحكوا عن الحرب الأهلية في ليبيا؟ ليش ما بيحكوا عن الدولة الفاشلة في ليبيا؟ ليش ما بيحكوا على الاغتيالات اللي بتصير في ليبيا؟ كل يوم صحفيين بيطخوهم وسياسيين. طب يعني ليش ما بنحكي؟ احنا ربما نساعد الليبيين لو احنا عملنا اكسبوجر، احنا عرينا هاي الأشياء لعله يصير. ليش ما بيحكوا عنه؟ لأنه بدهمش يتهموا بأنهم خربوا ليبيا زي ما خربوا بخربوا في دول اخرى. يعني هاي المشكله، انه لا بدهم انه ليبيا انتصرت وهم اللي نصروها وهم اللي حرروها، بدهمش يبينوا العيوب الفاضحه في ليبيا. للاسف ما حدش بيحكي عن ليبيا للاسف. وين عبد الرحمن شلقم؟ وين مصطفى عبد الجليل؟ وين احمد جبريل؟ وين جبرين؟ وين ولا حتى وين هذول اللي كانوا مثقفين العرب؟ وين المنظرين العرب؟ وين المنظرين العرب اللي كانوا والله كذا؟ وينهم؟ يعني أنا مرة واحد من أحد ما يسمى بالمثقفين العرب كان أنا القذافي هدد باغتيالي بالمناسبة، بس يعني أنه حتى لا الكل يذكر يعني ال- 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 أحد أنه شمتان أنه اغتالوا القذافي ولمؤاخذة اعتدوا عليه جنسيا وحطوا هاي خشبة وكذا وعملوه هيك كأنه يعني وحش حطوه في براد. ولما طلعت ريحته، طب يا أخي عيب 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 إنه شمتان ومبسوط قال يستاهل. كيف يا أخي كيف يستاهل؟ طب هذا بشر، هذا إنسان قتل، خلاص قتل دفنوه. يعني كيف يعني هذا التمثيل بالجثث كيف يعني؟ حتى قذافي أو غير قذافي يعني إحنا ما نقبلها يعني ولا حتى يعني إنه إكرام الميت دفنه. فالمثقفين العرب للأسف يعني ضل البوصلة، معظمهم طبعا في مثقفين عرب كانوا يعني بوصلتهم يعني أشرت إلى أماكن أخرى لم نكن نتصورها على الإطلاق بحجة الربيع العربي والثورات. أوكي أنا مع الثورات، بس إحنا بدنا نأسس الآن كيف ننقذ بلدنا وبلادنا من هاي الثورات ومن الفوضى اللي أجت في بعض الدول العربية، من الانتهازيين اللي استولوا عليها. في تونس في أزمة، في ليبيا في أزمة، في مصر في أزمة، في سوريا في أزمة، في اليمن في أزمة. يعني هذيك اليوم صديق يمني بيقول لي إنه علي عبد الله صالح لو ترشح ربما يفوز في الانتخابات. هلأ بعد ما شلوه؟ بعد ما شلوه. طب ايش؟ طب هذه ربما مش صحيح، بس على الاقل طرح هذه المساله، يعني مجرد تفكير بالموضوع. مجرد تفكير. اسمه حاضر لعلي عبد الله صالح صحيح طبعا. بعد كل ما حصل في اليمن وكل ما يجري اليوم في اليمن، فيعني مصيبه وكمان صارت اللي في سوريا تفيض عليكم صحيح، يعني واللي في ليبيا صارت تفيض على جواره، يعني هاي مشكله. طب احنا بدنا في حروب، نرجع لحروب اهليه وحروب طائفيه. طب يعني ليش كل العالم مستقر واحنا اللي موال؟ ليش منطقتنا بس هي المحترقة؟ طب مش لازم نصحى كمثقفين كمنظرين كمفكرين كسياسيين كنخبة، لازم نقعد نشوف ليش بصير هيك ونتحاسب ونتوصل لحلول. بختام هذه الحلقة عندي سؤال لعبد الباري عطوان شخصيا. اليوم عبد الباري عطوان أكان في القدس العربي أم حتى في الرأي اليوم الإلكترونية؟ نحن عم نقرأ له، ولكن أين وجد نفسه أكثر؟ والله وجدت نفسي أكثر في رأي اليوم. ليش رأي ليش؟ اليوم؟ لأن رأي اليوم ما عندي مبنى، ما عندي مطعم، ما عندي جيش من الموظفين، ما عندي فاتورة كهرباء، ما عندي فاتورة مية، ما عندي تأمين صحي، ما عندي تأمين اجتماعي، ما عندي شيء. أنا ومجموعة زملاء صغار يعني خلية، يعني القلة المؤمنة بسميها، إنه إحنا تحررنا من هذا كله
وبدأنا في رأي اليوم، لأنه أنا بحكي لك لما كنت في القدس العربي كانت عندي أزمة مالية ضاغطة جدا، وبعدين يعني 98% من قراء القدس العربي كانوا على الأونلاين، كانوا على الإنترنت. صحيح. طيب نحن منه، وأنا متحمل طب كل ميزانية الجريدة وكل العذاب عشان 2% الورق. وبعدين احنا يعني مش زي الجرايد الثانيه بيطبعوا في لبنان، بيطبعوا في السعوديه، بيطبعوا في الخليج، احنا ممنوعين كنا لا نطبع في لبنان. لبنان بدك تشتري امتياز، وما عنديش انا مليون دولار اشتري امتياز مثلا. وفي دول الخليج انا مش, مش مش مرغوب يعني بصراحه، يعني انه بقول لك انه يعني صعب الكنترول عليه عبد البارع عطوه. فانه في لندن تشحن توصل الجريده ثاني يوم، مين بده يقرا جريده ثاني يوم؟ فكانت الميزانيه رايحه على الورق اللي هو بيجسد بس 2%. الان انا حر، أنا الآن يعني أكثر استقلالية، وبكتب اللي بدي إياه ومش سائل. يعني ما كنت تكتب اللي بدك إياه؟ كنت أكتب، بس كمان يعني إنه يصادروا الجريدة يمنعوها. أنا منعت من سوريا 15 سنة، في سوريا ممنوع، وحتى موقعك محجوب في سوريا. منعت من السعودية وموقع حجوب في السعودية، منعت من البحرين. لهذا السبب حربت في القدس العربي؟ طبعا حربت كثير في القدس العربي. وبعدين كنت دائما عروس أصابعي، طب تعبت ربع قرن، طيب يعني يعني وبعدين يعني الواحد بيكبر ما بيصغر يعني. طب الآن لا، الآن أنا بأكتب بحرية، تنزل بدي بحط الأخبار اللي بدي إياها بحرية أكبر، بسقف أعلى، مش خايف تتصادر العدد. من أقصى عبد الباري عطوان من القدس العربي؟ المال الخليجي، وما تسألني أكثر يعني. حقيقة الآن إحنا كل المنطقة أصبحت أسيرة للمال الخليجي، وهذا المال هو اللي يحكم، فأنا لا ما أستطيع أن أواجهه. فيعني انسحبت، لاني يعني ربما ما اقدر يعني بقدرش انت يعني انا اروح العب مثلا مع محمد علي كلاي ولا مع مايك تايسون، يعني كمان في النهايه كمان عندي قدراتي، فمن لكم الاولى بروح. فانسحبت ولجأت للاونلاين. رخيص وكويس وابن الناس، للرأي اليوم رخيص وكويس وابن الناس وفضاء مفتوح، والحمد لله يعني بدأت يعني استعيد عافيتي واكتب كل يوم. إن شاء الله بالنجاح الدائم والمتقدم دائما وأبدا. لألك أستاذ عبد الباري عطوان في عالم الصحافة، حضرتك أستاذ كبير، نحن عم نستفيد منك وعم نتعلم منك أيضا في الصحافة. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة. شكرا لحضورك معنا اليوم في بيروت وفي برنامج الحدث، وعلى أمل اللقاء القريب بك في حلقات مقبلة لمزيد من القراءة في ملفات أكثر وأكثر عمقا، وإن شاء الله المرة الجاية بتكون هيك يعني في إشراقة مضيئة أكثر من أتمنى اليوم. المرة الجاية عندما يزور أحمد داود أولو دمشق أنا أكون معكم في. أهلا وسهلا فيك دائما. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف مرحب فيك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهم تنتهي حلقة اليوم، الموعد بيتجدد غدا 10 نص صباحا بتوقيت العاصمة بيروت. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.